بقايا الصاروخ الباليستي الذي سقط في بلدة حيش. قد خام بالتقنية. في ايش صار ما في الليل؟ والله كنا نايمين الساعة 10 بالليل يعني. ما سمعنا الا صوت يعني قوي كثير يعني. كثير قوي. قمنا نشوف شو صار. طلعنا هيك فكرنا اول شيء قذيفه ما لنا خبر بس انفجار يعني قوي كتير. طلعنا هيك قلنا دمار يعني شيء مو بالعقل يعني. يعني من بحياتي وعمري ما شفت هيك. طلعت مره غير دمار يعني دمار. طلعت هيك قلنا الشقف كل هاي طلع فرق هذا بنضرب على الشعب هذا على شعب عسل. شو معنى شايف معي بارودي شيء معي بارودي ولا سلاح شيء يعني. يعني هذا الصاروخ ما بيميز لا بين الجيش الحر ولا بين الشعب. لا ابدا اكيد. طلع شقبه. شو نحن نسوي له بشار لحتى يضربنا في الصاروخ يعني. صاروخ بعيد مدى. تفرج شو مسوي لك نحن يا بشار يا كلب. والله لندوز عرسك يا عرسه. صور يا احمد صوره احكي فيها انت بس.